طيب مهم قوي كمان ان انا اتكلم على الاوميجا 3 قد ايه مهمه ل يعني مرضى القلب والاوعيه الدمويه بشكل عام. قلت الموضوع ده، معظم اكلنا اوميجا 6 الفرايد اللي هو الحاجات اللي اللي بنجيبها من بره وناكلها دي معظمها اوميجا 6 واوميجا 6 دي انفلاماتوري، يعني بتعمل التهاب في الشرايين والحاجات دي، اللي بيعادلها الاوميجا 3. اوميجا 3 موجوده طبعا في المكسرات، في السلمون، المكاريل، الحاجات الاسماك. دي طبعا موجوده، ولذلك انا انصح دايما الناس تاكل اسماك كتير. كويس. الاوميجا 3 من الحاجات اللي بتحافظ على شرايين جسمي وبتحافظ على السكر الكوليسترول اللي هو الدهون الثلاثيه. كويس. دي برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا. طب لو ناس عندها طبيعة الكوليسترول أصلا عالي، يعني دول أهم حاجة يعملوها إيه؟ هتختلف بقى عالي إيه؟ العالي ده هل هو عالي مرضي جينات؟ يعني هل هو في عنده ناس عندها جين؟ يعني دي موضوع تاني خالص. لكن هو عالي مثلا عامل كيتو دايت، ما هو الكيتو دايت مثلا ده بتاع الدهون ده لا، ما هو بياكل دهون صحيا، هو احسن من الشخص اللي مش عامل كيتو خالص. عشان تبقى عارفه، لان الكيتو دايت هيرفع لنا الكوليسترول العالي ده، وبس هيبقى كوليسترول جيد لان ما عندوش مقاومه انسولين، وهيقلل لي خالص الدهون الثلاثيه. الناس اللي بتعمل كيتو بتلاقي الدهون الثلاثيه عندهم 50 مثلا او 60 والكوليسترول ده عالي والال دي ال عالي، لكن هو بقى عامل زي حاجه مفيده للجسم. لان اللي بيدمر الشريان الانسولين. تشوفي واحد مثلا عربيه خبطاه في الشارع وتلاقي العربيه واقفه جنبه الاسعاف، فتتهالك ان العربيه الاسعاف دي لا، ده هو رايح ينقذه. الكوليسترول ده رايح يرمم المكان الجرح اللي حصل نتيجه الضغط العالي، الاسترس، السكر العالي، الانسولين. لو انا عملت كل ده الكوليسترول ملوش اي مشاكل خالص.